نبدا ليا فقراتنا على اليوم مع موضوع يمكن اليوم صار هاجس عند كثير من الشباب والصبايا لحتى نحصل على جسم مثالي وخالي سمبتيك وخالي من كل العيوب. طبعا الشباب والصبايا بهذا الموضوع سواء من ناحيه الجسم او حتى شفط الدهون، شو الفرق بين العمليتين وكيف شو هي الاعمار المناسبه لاجراء هي العمليات؟ رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الدكتور بشار محمود اختصاصي بالجراحه التجميليه. صباح الخير دكتور. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. ان شاء الله بخير. صباح الخير دكتور. صباح الخير. كيف بالبداية خلينا نحكي شو يعني نحت الجسم؟ هل هو عمل جراحي؟ هل هو بيروح بممكن أبر مذوبة للشحوم؟ شو معنات مصطلح نحت الجسم؟ هلا نحت الجسم هو موجود، يعني المصطلح خلق من أيام الرومان أو اليونانيين اللي بلشوا النحاتين، يعني كانوا يعطوا التماثيل الشكل العضلي أو الشكل اللي بسموه الرياضي. بعدين تطور مع ظهور تقنية شفط الشحوم تقريبا بالثمانينات، فترة الثمانينات التسعينات، تطورت بشكل كتير كبير لأنه احنا يعني هي الشحوم ممكن أكثر شيء نعدل فيها، يعني ممكن نشيل من منطقة نزيد بمنطقة ثانية، هي مبدأ النحت. هلا فرقته عن شفط الشحوم، شفط إنه مثلا عندنا منطقة زيادة ديفون بنشيله بنقيمه، بينما النحت مثلا عندنا بنشيل من منطقة بنعبي بالمنطقة الثانية. يعني مثل ممكن مثلا هلا كثير مصطلح بسموه المؤخره البرازيليه او البي بي ال، او بسموه جسم الساعه الرمليه، نحن بنسحب مثلا من الخصر والبطن والظهر ونعبي مثلا بالخلفيه او بالوراق. طبعا بيختلف بين الاعراق، كيف بين الاعراق؟ يعني مثلا العرق المتوسطي في له جماليات مختلفه عن البي بي ال. نحن انا كثير مرات بيراجعونا سيدات انه بدي مثلا خلفيه برازيليه، الخلفيه البرازيليه هي اسمها برازيليه فبتزبط على اهل البرازيل او المناطق هذيك، يعني لها حيثيات معينه بحيث مثلا الورك ما بيكون كثير عريض، بينما مثلا منطقه الشرق المتوسطي او المنطقه العربيه في ميزه انه الورك بيكون عريض، يعني الجماليه بتختلف بين عرق والثاني. هي الفكرة. طبعا مصطلحات الأجهزة للأسف هلا صرنا عم نشوف كثير دعايات لأجهزة إنه الكرايو، ما الكرايو هو ما بده يعتبروه هجوم، ولكن الخلايا الشحمية كثير حساسة. يعني أنا لما بجي بطبق تبريد على المنطقة على الفخذ باخذ قياس الفخذ قبل التبريد، برجع بطبق تبريد باخذ قياس بيكون أصغر، هو أصغر مو لأنه دابه في الشحم، لا هو أصغر لأنه راحت المي. طبعا الخلايا الشحمية بتحس بهي الرد اللي طبقناها عليها، بتكب المي من جواتها وبتنكمش، فالسيدة بتحس انه انا ايه نحفت، بترجع بعد اسبوع بترجع هي الخلايا بتعبي مي وكانه ما عملنا شيء وراحت الموضوع الجلسي كله خساره. الشيء الوحيد اللي فعلا هو بيعطي نتيجه هو النحت او شفط الشحوم، لانه هو بيخفض الخلايا الشحميه بالعدد. هذا الشيء المهم. طبعا اهم نقطه انه يكون الشخص مو ضمن الوزن المثالي، خلينا نقول قريب من الوزن المثالي. يعني ما فيني اجي على مريض عنده بداني مرضيه مثلا حدا وزنه بال 120 وقال له انا بدي اجي اعمل لك نحت، هذا بيكون كثير خطير وممكن يحمل اختلاطات قاتله. نعم. دكتور اليوم كثير من الصبايا بنشوفهم بعمر صغير، اوقات بنشوف صبيه مثلا ب 18 او حتى بال 17 من خلال اصدقاء والناس اللي حواليها ورفقاتها انه بدنا نعمل نحت لحتى ناخذ جسم مثالي. النحت بده عمر معين لحتى نحن نقدر نقوم بهذا الاجراء؟ 18 فوق 18 حكما يعني. والاعمار الكبيره دكتور كمان في سؤال عنها انه هي اعمار ممكن تكون 50 و60 كمان بدها هذا الاجراء. عم يراجعونا عم يراجعونا بال 50 وبال 60، ما في اي مشكله اذا ما في امراض مرافقه. كيف امراض مرافقه؟ هلا يعتبر مثلا داء السكري من مضادات السكر وشفط الشحوم. يعني بغض النظر سواء هو نحت او شفط لحاله. فالداء السكري يعتبر مضاد اسباب له، فنحن لما بدنا نطبق هي العمليه او اي عمل جراحي لحدا عنده عمر كبير لازم ناخذ بعين الاعتبار المرضيات اللي عنده او السوابق المرضيه اللي موجوده عند الشخص. ممكن ينطلب تحاليل معينه قبل هذا الاجراء؟ اكيد في تحاليل. مثل شو دكتور؟ هلا بنطلب عاده تحليل خضاب الدم، تحليل البومين، نحن مشان نعمل حمايه بالصمه الشحميه، بس مجرد ما حكينا على شفط الشحوم كتقنيه سواء هي بنحت او الشفط لحاله بدنا نحط بعين الاعتبار الاختلاط الاهم والاكثر تواردا يلي هو الصمه الشحميه. هلا نحن ما بنشوفها لانه جراحينا وغالبيه الاطباء الجراحه التجميليه بيكونوا كثير حذرين من هذا الوضع. ليش بنسمع نحن انه ما فينا نشفط فوق ال 5 لتر وما فينا نشفط فوق ال 4 لتر حسب التوصيات الحديثه؟
هو كرمال ما يصير عندنا صمة شحمية، كل ما زدنا الشفط بالكمية الكتلية كل ما زاد احتمال انه يصير عندنا صمة شحمية. طبعا صمة الشحمية، صمة الشحمية هي دخول، خلينا نقول مو قطع شحم، دخول حموض دسمة حرة. يعني بدك تتخيلي مثل نقط الزيت بتصير ضمن الدم. هلا هي قاتلة لانه هي بتتجمع بالرئة وبتعمل معاكس للأكسجة وبتعمل نقص أكسجي حاد عند المريض غير قابل للمعاكسة. هلا هي بتزيد كثير كل ما، يعني هي بتتعلق طبعا بكمية الشحوم اللي بنشيلها. يعني نحن ضمن الحد الطبيعي 4 ل 5 لتر أمان، ما فينا نجي نشيل مثلا 10 لتر أو 20 لتر. هلا قديما كانوا يطبقوا هيك شيء ولقوا إنه بيزيد نسبة الصم الشحمية كثير، فبالتوصيات الحديثة لا، 4 ل 5 لتر حد أقصى. لهيك المرضى اللي عندهم بدانه، يعني مريض وزنه 100 او مريضه وزنها 100، ما فينا نجي الا انه والله نعمل لك شفط شحوم منشيل 10 لتر، هذا مخاطره بحياه المريض. نعم دكتور، خلينا نحكي، كثير في من الصبايا او الشباب عندهم امراض هي السمنه المفرطه، سببت لهم مشاكل بالمشي بكثير من المشاكل، وانطلب منهم انه يا اصمع دي يا تركيب بالون يا انه يعني تقنيات كثيره مشان هن ينحفوا. من بعد هالشيء يمكن رجعوا سمنوا، مع بالاضافه مع عمليه القص في عمليه نحت بيرجعوا بيسمنوا مره ثانيه، وبترجع وبيرجع جسمهم يمكن ابشع من ما كان عليه او اسمن من ما كان عليه. خلينا نحكي ليش بيرجع الجسم اذا نحن ناحتين، اذا نحن قاصين معده، اذا نحن عاملين يمكن لعلينا او الدكتور عامل لعليه ب هلا هون دخلنا دخلنا بمجال ثاني اسمه البدانه المرضيه. البدانه المرضيه هي علم ظهر جديد بالفتره الاخيره، فتره ال 20 سنه الاخيره. طبعا بامريكا تقريبا فيك تقولي تقريبا كل 3 اشخاص الشخص الرابع هو شخص بدين مرضيا. شو بدين مرضيا؟ يعني عنده وزن فوق ال 100 كيلو. طبعا مثل ما تفضلت حضرتك بياثر على المفاصل، بياثر على الانجاب، بياثر على امراض الضغط وامراض القلب. هلا ليش بيرجع؟ انا برايي لانه التشخيص بالاساس بيكون غلط. غالبيه هدول المرضى فينا نقسمهم لعده فئات. الفئه الاولى هن الناس اللي صارت عندهم هاي البدانة نتيجة مرض غدة أو قصور درق أو داء بيطان، داء بي سي أو بنسميه، أو مبيض متعدد الكيسات، بيكون عندهم مشكلة باستقلاب السكر. الفئة الثانية هن اللي ظهرت البدانة عندهم نتيجة قلة الحركة. في ناس كثير أعمالهم مثل مبرمجين الكمبيوتر، ناس اللي بتضل قاعدة كل النهار ما بتتحرك وعلى الأكل، هي كمان بتظهر عندهم بدانة. الفئة الكبيرة واللي هي بتشكل غالبية العظمى من هدول الأشخاص هي اللي ظهرت عندهم البدانة نتيجة إدمان الأكل. هلا أنا لما بجي على مريض عنده إدمان على الحلويات لنفرض، أو إدمان على الكولا أو على الكحول أو على الأكل، بجي بقص له معدته. هلا القص المعدي هو إجراء حاصر بنسميه. شو حاصر؟ بينقص كمية الأكل. أنا نصح نقصت له كمية الأكل، نقصت الخلايا المفرزة لهرمون الشهية، بس المشكلة النفسية اللي عند المريض ضلت موجودة. يعني هدول المرضى غالبا بيكون عندهم مشاكل نفسيه، من ضمنها انه انا بفرغ ضغوط الحياه بالاكل. يعني دوما مريض البداني يطلب له استشاره نفسيه. غالبيه هدول المرضى بنلاحظ انه اجراءهم الاساسي هو تحويل المسار. هلا تحويل المسار هو اجراء شوي خلينا نقول اجريسيف عدواني، ولكن بحل مشكله عند هدول الاشخاص. كيف بحل المشكله؟ انه المريض فيه ياكل قد ما بده بس خلص ما بقى يسمع. عم نلاحظ كثير انه مرضى قص المعده او مرضى النحت عم يرجعوا يسمنوا، عم يرجعوا يكسبوا وزن. وكثير بيجيني مريضات انه والله انا عملت نحت من سنه، برجع بعمل نحت ثاني مره انه بلاحظ انه رجعت كسبت وزن. طيب نحن هذا النحت اللي عملناه وين راح؟ يا دكتور انا باكل وبرجع بشفط. لا هذا ما له منطق، يعني بتخرب الخلايا وبتخرب الجلد وبصير التصاقات. يعني هلا هي عمليه القص مترافقه مع النحت بيكون؟ لا مو مترافقه. لا مو مترافقه. القص تجرى بالتنظير ضمن ثقوب ضمن جدار البطن، الجراحه التنظيريه بنعمل نحن بنقص تقريبا 60 ل 80% من حجم المعده. هي تجرى لعلاج البداني المرضيه. النحت واحد من الشروط او الاستطبابات تبع النحت انه ما يكون عنده زياده وزن مرضيه. يعني المريض اللي بدنا نعمل له نحت ما فينا نعمل له قص معده، هو ما انه مرشح. مريض قص المعده كمان بعد ما بينزل وزنه نعمل شد لانه بيترهلوا هدول. هدول كمان ظهر لهم فرع جديد من الجراحه التجميليه اللي هو بادي ماسيف ويت لوز، او مرضى فقد الوزن الشديد. يعني عم نشوف مثلا ما كنا نشوفها هي من قبل 30 سنه، انه مريض فائد وزن مثلا تقريبا شي 50 كيلو.
هذا بيترحل بشكل كثير كبير. اكيد. بس دكتور كمان بموضوع النحت خلينا نقول كثير بنسمع من الصبايا اللي عملوا نحت بيقولوا ممكن رجعت تراكمت الدهون بس مو بالاماكن اللي نحن اجرينا فيها دهون شفط او نحت، ممكن يكونوا عملوا للخواصر يرجعوا يشوفوها مثلا بالايدين او بالظهر او بالرجلين بمناطق مختلفه، هذا الشيء صح دكتور ممكن يصير؟ هلا ممكن يصير اذا كنا ما لنا عم ندير بالنا، يعني التوضع ممكن يكون بمكان ثاني. بمكان ثاني، واحدة من الشروط اللي بنطبقها او من الشروط اللي بندرسها مع المريضة انه بده يكون الوزن مستقر لمدة 6 أشهر قبل العملية. في حال كان الوزن عم يلعب عم يطلع وينزل او عم يزيد فهون مشكلة. رجعنا على نفس الفكرة انه اللي حكيتها من شوي انه المريضة مثلا لما بتعمل والله شفط او نحت بتجي على فكرة انه والله ايه انا عملت شفط خلص باكل اللي بدي اياه، لا. هذا الموضوع بالعكس، اللي بده يهتم بجسمه بده يتابع اهتمام. الفكره بحد ذاتها الدهون ممكن ترجع لنفس المناطق او لا، نحن بنضمن هي المناطق بس بقى بنخاف من مناطق ثانيه. ترجع على مناطق ثانيه، ما هون ظاهر النحت انه نحن النحت لما بنعمل نحت ما بنعمل بس للخواصر، بنعمل الظهر كاملا، بنعمل الايدين احيانا، واحيانا شوي على الفخذين. احيانا ما بنعمل الايدين لانه مثلا العرق الشرق المتوسط بيكون تجمع الدهون بالفخذين اكثر. نشتغل مثلا بطن وخواصر وظهر مع الفخذين، يعني هون ما بقى تتجمع الدهون الا اذا صار زياده وزن فوق ال 20% من الوزن التقديري. يعني الا اذا مثلا الست اهملت حالها. واغلب الاوقات عم يصير في اهمال بعد هي العمليات دكتور. هلا بنتمنى يكون في وعي بيستسهلوا انه خلص يلا برجع بعمل مره ثانيه. انه هي فكره انه برجع بعمل مره ثانيه المخاطر بتكون اكبر، الاختلاطات اكبر، والنتائج بتكون اقل. طيب معناتها بما انه عم نذكر هي النقطه، هلا اكيد مو كل سنه مسموح بعمليات النحت او الشفط او اي عمليه أكيد. جراحيه، كل قد ايه مسموح؟ وبعد العمليه يعني في كثير اقاويل انه البسوا مشد ما تلبسوا مشد، في كثير يمكن المشد سلوكات المشد ضروري، انا دكاتره بيقولوا دكاتره بيقولوا لا ما في داعي للمشد. خلينا هيك نحكي بعض التعليمات يلي نحن بنعطيهم للمريضات يلي عم يعملوا نحت او عم يعملوا شد. اول شيء بدنا نذكر قد ايه اقل شيء لازم يكون في فرق بين العمليه والعمليه. بالنسبه للشد، إذا بدنا نحكي بالنسبة للشد، هلا الشد أو عملية بسموها تومي تاك هو العملية بتعملها الست بعد اللي بتخلص ولادات، بترجع بتعمل مثلا شد لعضلات البطن مع شد للبطن، هي فيها بعد سنة يصير في حمل وفيها تعيد الشد أكثر من مرة، يعني مثلا والله مثلا ست عملت شد رجع صار في ولاد فيها ترجع تعيد الشد ثاني مرة مع نحت كمان. بيقولوا لازم اقل شيء 5 سنين اذا عامله شد انك انت ما بتحبلي، لا لا بعد عشان سنة الجلد ما يشقق او لا ما له علاقه علميا بعد سنه. هلا الفكره بدي احكيها قصه انه عم نشوف كثير موضوع اللعب بالوزن، كيف اللعب بالوزن؟ يعني عم يراجعوني مريضات اعمارهم بالعشرينات 22 23 تفحصيها البطن مترهله وكانه عندها 5 اولاد، طيب ليش؟ بتلاقيها انه ايه التزمت بريجيم نتيجة مثلا غيري، نتيجة دافع خارجي انه ايه نزل وزنها مثلا 10 كيلو، ملت من الرجيم رجعت كسبت وزن، رجعنا التزمنا بريجيم. قصة انه يطلع وينزل الوزن كثير بتكسر الياف الكولاجين بالجلد. يعني هيدي نقطة بحب ننبه عليها انه يضل الوزن ولو في عندنا زيادة 5 كيلو ارحم بألف مرة من احنا نضل عم نلعب بالوزن انه نازل طالع نازل طالع، هيك بتتكسر الياف الكولاجين ما بقى تلحق تنكمش. كمان نفس الفكره، نحن هلا قصه انه مسموح الشفط هو مسموح بعد 6 اشهر، يعني عاده اذا بدنا نعيد رتوش لمريضه او بدنا نعمل مثلا تاتش بنعدل بعد 6 شهور، يعني بيكون مثلا تقريبا الجسم اخذ حده النهائي. بس مو مسموح انه نحن والله نعمل شفط كل سنه، يعني بعد المره الثانيه او الثالثه بصير في عندنا التصاقات، بصير في عندنا تهديد انه يصير حروق بالجلد حسب انواع الاجهزه المستخدمه كمان. تمام. ليه دكتور كمان نسمع انه بعض الاطباء بيحاولوا يعملوا عمليات النحت وما فينا الا عمليات لانه ممكن تكون باماكن معينه، ممكن بس خواصر، ممكن مناطق معينه بيعملوها بداخل العياده بتخدير موضعي، بيقولوا ممكن للمريضه انت مو بعازه تخدير عام او حتى ذهاب الى المشفى، قد ايه هذا الاجراء ممكن يكون غير امن او اذا كانت المناطق او الكميات صغيره كثير فهي ممكن تنعمل، شو بتفضل دكتور؟ هلا حتى لو الكميات صغيره حكينا عن قبل من اختلاط الصم الشحمية، حتى لو بالكمية صغيرة ممكن يصير. نحن دوما أي عمل جراحي شو ما كان نوعه مهما كان بسيط يجرى بمشفى حصرا،
توفر عدة الانعاش القلبي الرئوي، توفر التجهيزات الكاملة بالمستشفى، انه الطبيب اي اختلاط ممكن يصير ممكن يدبره. انا ما بشجع ابدا، وما يعني ما بنصح حدا انه يعمل اي اجراء جراحي بالعيادة مهما كان بسيط. يعني بضل المشفى هو مجهز بكل شيء، واساسا وزارة الصحة منبهة كثير على هي المواضيع. تمام. يعني دكتور قبل ما نختم مع حضرتك، خلينا هيك كمان نضوي على ابرز يعني الناس يلي مستحيل نقدر نعمل لهم عمليه شفط او نحت. يعني في عالم اكيد استثنائيه عندهم مشاكل صحيه ما بتسمح لنا انه نعمل لا شفط لا بالون لا نحت ولا شيء. هلا شوفي، البالون غير، يعني اذا بدنا نحكي الناس اللي ممنوع انه نحن نعمل لهم شفط هن الناس اللي عندهم اوفر ويت او الناس اللي عندهم زياده وزن. يعني انا كثير بيراجعوني مريضه. ممنوع الشفط؟ كيف؟ عم نقول ممنوع الشفط؟ ايه، الناس اللي عندهم زياده وزن. اوكي. يعني الناس مثلا اللي عندهم اوفر ويت، اوفر ويت البي ام اي تبعهم فوق ال 30 او فوق ال 35، او خلينا نقول بداني مرضيه. يعني انا بيراجعوني مرضى مثلا وزنها 120 او 130 كيلو، انه دكتور انا جاي اعمل شفط. لا، انت ما بيصير لك شفط، نحن انه هون بدنا نلجا لاجراء جراحه بداني اللي هو قص معدي او تحويل مسار. انا بحب نبه كثير على هي النقطه، انه لا، لازم المريضه تفهم حالها. المرضى اللي بيكون عندهم مثلا مريضه نحيفه تفكر انه انا ما عندي شحوم، لا، يعني اي حدا حتى لو وزنه مثلا 60 كيلو بيكون عنده شحوم كافي انه مثلا نشيل ونحقن بالمؤخره. النقطه اللي بدي انبه عليها كمان نقطه الاوفر، يعني عم نلاحظ كثير انه لا، ارجع انه بدي احقن وبرجع نحقن مره واثنين وثلاثه. عم يلحقوا الموضه للاسف، كمان حتى الموضه عم تتغير صارت. يعني هلا حتى كانت اللي ماسكين بهي، خلينا نقول بهي الشاله برا، الكارداشيانز او كيم كارداشيان، رجعت هلا شالت الشحوم من مؤخرتها ورجعت انه حدا كثير ستايل رياضي. فاذا بدنا نلحق برا شو عم ينزل الموضه مشكله كبيره. شغل ممنوع. تمام. اكيد دكتور بدنا نتشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. وبالنهايه دائما مراجعه الطبيب المختص ونقوم بكل التحاليل اللي نصحت فيها دكتور. واهم شيء كمان خلينا نركز انه احنا ما نلجا لهي العمليات او اي نوع داخل العياده بسبب الاختلاطات اللي ممكن تصير. اكيد اكيد. شكرا كثير. شكرا دكتور. شكرا كثير لك دكتور، اهلا وسهلا فيك ونهارك سعيد.